كاع الحرفيه تاعو كلشي زادوا فيه. وبالله عليك وبالله عليك انا بغيت غير نوصل واحد الميساج، وبغيت نوصلو للحكومه، راه حنا مغاربه وهذه بلادنا وحنا يمواليها، راه ما بغيناش فيها الفتنه. ولكن حذاري ثم حذاري، راكم كتوجدوا شي قنابل موقوته، لان اصعب حاجه هو الفقر المغربي. وما تقيسوش في الزيت، وما تقيسوش في السكر، وما تقيسوش في الطعين. بعد لي على ثلاثه هادشي راهو كيتعاون معايا مع بعضياتهم، وبعدو منا غير من هادو. وانا عايش مول في العيشونه والدينا بالمضهوزه، وتندرو فيها بصيله وتنبسطو وتناكلوها. الجبانه ديال 240 كلوها نتوما، الكروفيت كلو نتوما، والشعجه كلوها نتوما. حنا بغينا ناكلو على الزيت والسكر والطعين، وما خصنا والو، والله ما خصنا شي حاجه من ابسط الحوايج. وبعدونا من الماء، وبعدونا من الدور، راكم قهرتونا. واش الماء كنا كنخلصو 4000 ريال 1200 في 3 شهر، كنخلصو 4000 3600 دابا الشهر. واش من مدخول عندنا؟ عطينا الدوله شي حاجه اللي هي مساعدنا بها، مرحبا. تجي تخاصمنا ما عطينا والو، كنتعاونوا مع بعضياتنا، تنضربوا مع بعضياتنا. نعم. وراه ما بغيناش الفتنه في البلاد، وبغينا عداله اجتماعيه. فين هما ديك الصحافه المريقيه السي كمال اللي كانوا كيهضروا وتيديروا؟ فين هما؟ واسي خنوش، ويرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وبسببكم. والله لو كان بيناتنا الخير ما يكون هذا. ها هو الشوك، انا كنشد الشوك والله ما تنحس به وبزاف. انا بعد والله تتقهرت اليوم الطعام، انا درت والله ما درت فيه الدجاج بالله، والله جد الطعام بلا لحم بالرب. ورغم ذلك صافي ما وصلت بنا للعدم، وراه تقهرنا، وغانتحر اللي ما لقيناش، ما بغيناش نحصل فيه الله. اما يا والله تنمشيو. قلتي لي والله ما كرهت نحرك، اقسم لك يمينا يا ما كنت كره دابا، والله تنهز ولادي ونمشي بالله. وكون لقيت بونجا ندير مرويدة ندير شونبريل، والله تنخوي، لان بلاد الدل كتهجر، وحنا ما بقيناش الفتنه في البلاد.